مشاهدينا، محطتنا الدولية راح نروح معكم فيها إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث عقدت يوم أمس أعمال الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمشاركة دولة الكويت. وقال المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح أن دولة الكويت ستحتضن خلال الشهور المقبلة اجتماع لوزراء الشباب العرب للعمل على تطوير العمل الشبابي العربي بما يتماشى مع المستجدات والتطورات. رغبة دولة الكويت نحو استضافة المؤتمر القادم لوزراء الشباب العرب والاستفادة من التجربة الكويتية والاهتمام بقضايا الشباب كان من أبرز الموضوعات التي ناقشها المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة دولة الكويت وبحضور ممثل وزير الدولة لشؤون الشباب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح. عندنا رغبة في استضافة وزراء الشباب بإذن الله لتطوير العمل الشبابي. يعني اليوم أغلب البرامج الموجودة يمكن برامج روتينية صار لها يمكن 10 أو 12 سنة، فبالتالي الآن يعني بالاتفاق مع الأخوان الوزراء ستحتضن الكويت خلال الأشهر القادمة اجتماع لوزراء الشباب. يعني خلال هذه الفترة سنعمل ورقة عمل لتطوير أعمال الشباب. الاجتماع ناقش أيضا قضايا الشباب العربي وتقديم الدعم لهم، كما استعرض أيضا مدى الاستفادة من جائزة التميز التي قدمتها دولة الكويت للشباب. تجربة رائعة للكويت، ويعني فعلا تميزت فيها مجموعة شباب بمجالات مختلفة. الأخوان مؤيدين لهذا الأمر، وهناك فكرة الصراحة أن تعمم هذه التجربة وتكون على مستوى العمل العربي بإذن الله. فكرة برلمان الشباب في دولة الكويت كانت إحدى محاور النقاش والتي تم استعراضها والعمل على تنفيذها عربيا. تجربتنا واضح أنها يعني الآن يحاولون الأخوان يعني يعملونها على مستوى كبير، ويكون هناك برلمان عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية. الهدف منا أن نعود أبنائنا طبعا على العمل البرلماني والعمل الديمقراطي ويكون نواة لهم. اليوم علينا تنفيذ ما خرج به الشباب من توصيات، وهناك أيضا برنامج محاكاة يجري عليه العمل اليوم في القاهرة للعاملين مع الشباب وإلى الشباب أنفسهم. رؤى واضحة تبناها قادة العمل الشبابي والرياضي في العالم العربي، وناقشها اليوم المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب، وذلك نحو تمكين الشباب على المستويات كافة لمواجهة ظاهرة العنف والفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.